مهلة تسليم ملفات الأحزاب الراغبة بتوثيق أوضاعها انتهت بعد مرور عام كامل وفقا لقانون الأحكام النافذ، لتبدأ معها مرحلة التحديث السياسي وفقا للشروط التي أقرها البرلمان في مسعى لتطوير الحياة الحزبية التي وضعت المشاركة الشبابية فيها شرطا أساسيا بنسبة لا تقل عن 20% عن كل حزب سياسي. هذا بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى لغة خطاب جديدة، وبحاجة إلى توفير بيئة سياسية آمنة، بحاجة إلى خطاب منفتح ديمقراطي، بحاجة إلى بيئة حريات عامة، بحاجة إلى استقطاب الشباب وفقاً لكل هذه العوامل وإعطائهم هذا الأمل الجاد بأنه مشاركتهم يمكن أن تحدث فرقاً. تقديري في المرحلة المقبلة بفضل يعني مجموعة من العوامل ربما تتحسن مشاركة الشباب، ولكنها أيضا مرهونة بالعودة عن الممارسات الرسمية وممارسات إدارات الجامعات بما يخص مشاركة الطلبة والشباب في الحياة العامة. نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي صدر لأول مرة في تاريخ الأردن في إطار منظومة التحديث السياسي التي تم إطلاقها مطلع المئوية الثانية لأوفر مساحة آمنة لممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات دون تقييد أو تضييق، في مسعى لتشجيع انخراط الطلبة ليكونوا جزءاً من صناعة المستقبل السياسي. الشباب لهم دور كبير في نهضة المجتمع، يعني وإذا كان يمتلكوا فكر ثقافي عالي بيحدث تغيير كبير في كل المجتمعات، فيعني أنا مع مشاركتهم في الأحزاب السياسية وطرح آرائهم. مهم جدا أنه يكون في مشاركته في الحياة الحزبية، كونه يعني معظم الشعب الأردني يقع في فئة الشباب، وكون الشباب فيه طاقة أكثر، يعني فيه عنده دافع أكثر، عنده حماس أكثر للشغل بشكل عام. هو الشاب في المجتمع لازم يكون صاحب بصمة وصاحب يعني يكون له دور في المجتمع، يكون صاحب تغيير، وزي ما بيقولوا اليد واحدة ما بتصفق. لذلك لما يكون عندك حزب انت قادر على التغيير، قادر على ده. ومن اجمل الاشياء المشاركه في الحياه الحزبيه، المشاركه في الحياه السياسيه، لانها هي بتدمجك داخل الحياه السياسيه. تسارع في نشاط الحزبيين بدا واضح المعالم في الشارع السياسي من خلال التوجه للمحافظات لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين، مع دخول مرحله جديده تركز على نشاط الشباب والمراه داخل الاحزاب، وهو ما شدد عليه قانون الأحزاب الجديد تماشياً مع عجلة التحديث السياسي وتوسيع دائرة النشاط الحزبي في المملكة. تشجيع الطلاب على الانخراط بالحياة الحزبية وممارسة الأنشطة السياسية داخل الجامعات يأتي ضمن رؤية تحديث المنظومة السياسية بين فئة الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية التي تسعى لإحداث الفرق في الحياة السياسية. ريف مرهومة، المملكة، عمان. سنتوقف عند مدى مشاركة الشباب السياسية والحزبية، شباب تحديدا في مؤسسة التعليم العالي. معنا عبر الهاتف من الزرقاء عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور صادق جديفات. صباح الخير لك دكتور، بداية أهلا بك معنا في صباح المملكة. كيف اليوم تقيم وتنظر إلى نسبة مشاركة الشباب في الجامعة الهاشمية إلى الأحزاب السياسية بشكل عام، وإذا ما قورنت خلال السنوات الماضية؟ صباح الخير إلى كل جميع المستمعين وإلى يعني طلبتي في الجامعة الهاشمية ولا جميع طلبة الجامعات في الأردن الحبيب. حقيقة هذا يعني موضوع كثير مهم يعني طرحته، وأنا حاب يعني أحكي شغلة سريعة جدا، إنه الجمعة والسبت هذا الأسبوع كان هناك خلوة لرؤساء الجامعات مع عمداء شؤون الطلبة لتنظيم من وزارة التعليم العالي والهيئة المستقلة للانتخابات، وكان هناك حقيقة يعني كثير كلام يعني واضح وصريح بهذا الموضوع، وكان العنوان قراءة في واقع ومستقبل الحياة السياسية في الجامعات، مفهوم العمل السياسي في مؤسسات التعليم العالي، وأيضا أهمية اتحادات الطلبة وأنظمتها الانتخابية. حقيقة الآن نحن نعرف إنه يعني هذا التحديث الذي قاده جلالة الملك، التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ونحن نتحدث هنا عن التحديث السياسي. الآن يعني كان لنا لقاء مع سمو
الأمير حسين حفظه الله قبل يعني عدة أشهر، وكان هناك كلام واضح وصريح، ويعتبر خالد طريق لنا كعمداء شؤون الطلبة على ضرورة انخراط الطلبة في الحياة يعني الآن الحزبية، لأنه العمل السياسي والبرلماني في المستقبل راح يكون من خلال بوابة الأحزاب. وأيضا يعني نحن نعرف أنه الطلبة من عمر 18 ل 23 هم موجودين في الجامعات وهم روافع العمل السياسي. ويعني الآن أحكي لك مثل الجامعة الهاشمية كمثال، نظام تأديب الطلبة كان يمنع أن يقوم الطالب بممارسة أي أنشطة حزبية داخل حرم الجامع. الآن تم يعني تغيير ذلك، وإنه الآن بدل ما كان ممنوع الآن أصبحنا نشجع على ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم الجامع لكن ضمن النظام. طيب بما أنه يعني تم رفع المنع عن هذا الموضوع دكتور صادق، وتم التسهيل وتشجيع الطلبة على المشاركة السياسية والحزبية في الجامعة الهاشمية على وجه الخصوص أتحدث الآن، نعم، كيف انعكس هذا بنسب المشاركة؟ نعم، لا حتى أكون يعني دقيق معك، إحنا الآن إن شاء الله يعني نظام ممارسة الأنشطة الحزبية راح يكون إن شاء الله موضع التنفيذ هو في 1/6/2023، يعني نهاية يعني أو مطلع الشهر القادم بإذن الله عز وجل. فبناء عليه نحن الآن في الجامعات حقيقة جميعنا نستعد لهذا الأمر، هذا الاستعداد نحن كل في كان عمداء شؤون طلبة في هذه الخلوة كلنا يعني متفائلين، كلنا إن شاء الله يعني على وعي وإدراك تام على ضرورة أنه الآن انخراط الطلبة في الأحزاب في العمل السياسي. وهذا الآن يعني كما تحدث جلال سيدنا في نهاية المطاف إذا بدنا حكومات برلمانية لابد أن يكون من خلال الشريحة الكبرى وهي شريحة الشباب الآن، وحتى يعني قانون الأحزاب أنه أكد لتمكين الشباب والمرأة. ونحن في الجامعات عندما بتحدث عن الجامعة الهاشمية نسبة تقريبا حوالي 67% هم إناث، وهذا يعني ايضا احنا حتى حاب احكي لك شغله انه حتى تم بحث انه الان انت تعرف بالنسبه للطلبه ممارسه الانشطه الحزبيه انا عندي برضو انشطه ثقافيه انشطه فنيه انشطه رياضيه ايضا انا بديهم كما يعني ما يكون عندهم اي تخوف على الاطلاق ابدا، يعني الموروث القديم هو ما بدني على الاطلاق انه الان هو مسموع ويحق لهم ممارسه الانشطه الحزبيه للطلبه الحزبيين داخل داخل الحرم الجامعي لكن ضمن يعني خلينا نحكي النظام، وهذا النظام يعني خلينا نحكي يؤسس للعلاقه وطبيعه العلاقه بين الطلبه واعمال شؤون الطلبه وايضا اداره الجامعات. نعم. وحاب احكي انه هنا لابد يكون الوعي منا كعمداء شؤون الطلبه من ادارات الجامعات من الطلبه ايضا من الاحزاب نفسها كيف احنا ان شاء الله نتعاون مع بعض حتى تكون هناك توجهات جلال سيدنا إن شاء الله موضع التنفيذ من الجميع. نعم، ابقى معي دكتور صادق، أنتقل مشاهدينا إلى في ذات الملف بتأكيد إلى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد ديابات. صباح الخير لك دكتور محمد، ماذا عملت الجامعة جامعة اليرموك على زيادة أو في زيادة الوعي للمشاركة الحزبية للشباب على وجه الخصوص على مدى عكفة الجامعة خلال الفترة الماضية بعد التوجيهات الملكية ومسار التحديث السياسي لأهمية مشاركة الشباب السياسية والحزبية؟ نعم، صباح الخير. صباح الورد. وصباح الخير لجميع المتابعين والمستمعين. طبعا انا بتشرف اكون اليوم على قناه الوطن قناه المملكه. اهلا وسهلا. وكمان يعني بتشرف كثير في موضوع يهم الوطن ويهم جلالة سيدنا ويهمنا كعمداء شؤون طلبه، هذا الموضوع الا وهو المشاركه الحزبيه للشباب. نعم، كما تفضلت سيدي انه علينا دور احنا كجامعات كحاضنات للطلبه وكعمداء شؤون طلبه على تشجيع الطلاب للمشاركة بالعمل الحزبي. ويعني خليني أحكي لك بتجرد أنه أكبر مثال وأكبر شيء بدأنا فيه ألا هو برنامج أنا أشارك اللي تابع لمؤسس ولي العهد، وهو الآن برنامج ناجح جدا في التوعية السياسية والتثقيف الحزبي بالنسبة للطلاب في الجامعات. طبعا يجب أن نكون واقعيين بأن هناك ضعف وجهل لدى الطلبة
في موضوع الثقافة الحزبية أو الثقافة السياسية. الآن لما نتحدث إحنا عن العمل الحزبي في الجامعات، ماذا نريد أكثر من الدولة الأردنية ماضية في التحديث السياسي؟ نعم. جلالة سيدنا يشجع الجميع ويراهن على الشباب، فهذا أكبر دافع وأكبر محفز ومعزز بالنسبة للطلبة. طبعا يعني إحنا الحمد لله يعني بالتأكيد كما باقي الجامعات الأردنية بدأنا بالاستضافات وبدأنا بالمحاضرات وبدأنا بالورشات وبدأنا باللقاءات وبدأنا بالحواريات مع الطلبة، وبدينا يعني نعمل أكثر من نشاط سياسي وأكثر من نشاط حزبي لبناء قاعدة، لبناء أساس عند أبنائنا الطلبة بخصوص هذا الموضوع. نعم. اللي أنا بعتقد أنه يعني راح يكون له واهتمام كبير. طيب دكتور، يعني بدأتوا على عدة محاور العمل في هذا الجانب. نعم سيدي. لكي نصبوا إلى ما تريد الدولة الأردنية ككل خلال هذه الفترة، باعتقادك دكتور متى من الممكن قطف ثمار جميع ما تقوم به الجامعات لزيادة الوعي الثقافي بالجانب الحزبي السياسي على وجه الخصوص؟ متى من الممكن أن نقطف هذه الثمرة؟ نعم، يعني خليني أقول لك أنه إحنا النتاجات والمخرجات هي بحجم الوعي والمشاركة الحزبية للشباب، ولكن يجب أن نكون واقعيين. هناك تخوفات من المشاركة الحزبية لدى الطلبة، هناك تخوفات من الأهالي، هناك تحديات عائلية من دخول الأحزاب، ويجب أن نكون واقعيين بهذا الخصوص. ولكن إحنا بدأنا بأنشطة مرادفة، بأنشطة تساعد في الدخول في العمل الحزبي والأنشطة الحزبية. يعني مثلا كنا نعمل محاضرات وورشات عن المواطن الصالحة وصقل شخصية الطالب، محاضرات عن تعزيز الانتماء والولاء، محاضرات عن تسليح الطلبة بمهارات الاتصال والتواصل، محاضرات وورشات حول احترام سيادة القانون والمساواة والعدل. كل هذه الورشات تساعد وتعزز وتنمي عند الطلبة وتشجع الطلبة على الدخول والانتماء. نعم. والمشاركة في العمل الحزبي والأنشطة الحزبية. نعم، أعود مرة أخرى إلى الدكتور صادق. دكتور، يعني في نقطة مهمة جدا تحدث فيها الدكتور محمد ذيابات، وهي التخوفات ربما عند الكثير من طلبة الجامعات من الانضمام أو المشاركة الحزبية. باعتقادك هل ما زالت هذه التخوفات بعد كل هذا التطمين الدولة للشباب ككل، هل ما زالت هذه التخوفات متواجدة عند طلبة الجامعات أم أنها يعني باتت تتلاشى شيئا فشيئا؟ نعم، أنا أؤكد أنه يعني هاي التخوفات، نعم بداية يعني حتى إحنا كعمداء شؤون طلبة بداية عندما يعني تم الحديث عن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية وغيرها، طبعا يعني حقيقة كان هناك تخوفات بداية الأمر، ثم يعني هذا الأمر نعم موجود عند الطلبة، وكانت تحدث يعني زميل الدكتور محمد حقيقة الهيئة المستقلة كان لها دور كبير من خلال برنامج، أيضا قبل ذلك أيضا مؤسسة ولي العهد كان برنامج أنا أشارك بلس، وحقيقة يعني تحدث يعني كان هناك خلينا نحكي برامج ويعني دورات كثير عالية يعني عالية جدا للطلبة. وأنا حاب أحكي لك يعني مثال، إحنا يمكن قبل كم من أسبوع كان في عنا يعني ندوة معينة، فأحكي لمجموعة من الطالبات إنه بدنا هيك هيك، فطبعا يعني مباشرة الطالبة حكت الدكتور هذا ممنوع مش ممنوع، قلت لها لا مش ممنوع الآن، يعني كان ممنوع الآن مش ممنوع بالنسبة لنا. فالآن أنا أحكي دائما الألف ميل تبدأ بخطوة، إحنا الآن الخطوة بالاتجاه الصحيح إن شاء الله ما دام الإرادة السياسية موجودة، أيضا يعني ملقى علينا جميعا كمؤسسات تعليم عالي كإدارات كعمادات شؤون طلبة إن شاء الله نزيل هذا الخوف، ولن يكون هناك إلا من خلال التطبيق العملي. نعم. والممارسة الفعلية أنه لن يضيق على أي طالب بسبب الانتماءات يعني الحزبية له على الإطلاق، وهذا لكن يعني أنا نعم. نعم عذرا دكتور على المقاطعة، لكن الحديث مهم، أشرت وأثرت نقطة مهمة جدا خلال حديثك دكتور صادق، وهي المحظورات أو الممنوعات. دعني أنا أدب بالسؤال إلى أبرز ما يتم منعه في ممارسة النشاط الحزبي السياسي لطلبة الجامعات داخل الحرم.
الجامعي، كيف تقيمها؟ ودعنا أن نذكرها بتفاصيل أو بنقاط سريعة، ما هو الممنوع أن يقوم به الطالب في هذا الإطار تحديدا داخل الجامعة؟ طيب احنا الان بالنسبه لنا يعني خليني احكي كما يعني حكينا قبل قليل، الان نظام ممارسه الانشطه الحزبيه هو الضابط وهو الذي يعني يضبط الايقاع ممارسه الانشطه الحزبيه داخل حرم مؤسسات التعليم العالي. ويعني تحدث ايضا يعني معالي وزير التعليم العالي قبل يعني يوم الجمعه، تحدث انه ان شاء الله التعليمات سيكون ايضا تعليمات ستوزع على جميع الجامعات حتى يكون هناك ايضا يعني في تناغم لدى عمداء شؤون الطلبه ولدى ادارات الجامعات في انسان هذا يعني النظام، لانه الان انا ما فيش الان بالنسبه اي نشاط يستطيع الطالب ان يتقدم الى عميد شؤون الطلبه، الان هناك ضمن النظام ضمن التعليمات اذا لا يخالف الامر والتعليمات عميد شؤون الطلبه يجب ان يجيب هذا الطلب، واذا ما اجاب هذا الطلب خلال 5 ايام وكتابة حكما يعتبر مقبول، وإذا رفض يجب أن يكون هذا الرفض مسبب، ويستطيع أيضا الطالب أو الطلبة أن يقوموا على الاعتراض على قرار عميد شؤون الطلبة لدى يعني إدارة الجامعة. فأنا نعم. يعني أنا متفائل جدا، وإن شاء الله أنا كما قلت يعني قبل قليل مطلوب منا جميعا كعمداء شؤون الطلبة أيضا كطلبة كأمناء يعني أيضا الأحزاب إنه إن شاء الله نلتقي مع بعض ويكون هناك أيضا تفعيل، لأنه هاي إرادة يعني سياسية من يعني وإرادة الدولة الأردنية في إنه فعلا إذا أنا بدي عمل سياسي عمل برلماني لابد أن يكون من خلال الأحزاب، ودورنا أيضا أن نشجع الشباب على الانخراط في الأحزاب في هذا الأمر. نعم. نعم، في سياق آخر ومتصل أيضا دكتور محمد، لا شك بأن نشر الثقافة الحزبية هو مهم جدا، وهي رسالة الدولة خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا، ومشاركة الشباب الحزبية هي قد تكون على رأس الأولويات، لكن في سياق متصل أيضا يجب أن يكون هناك يعني رسائل مهمة جدا قد يكون من أبرزها هي التقبل الآخر لدى فئة الشباب على وجه الخصوص، حتى وإن اختلف معه فكريا أو ما إلى ذلك. كيف تعمل الجامعة في هذا الصدد، لأنه هو يعني جانب تربوي إرشادي أكثر من أنه هو جانب حزبي، والمشاركة الحزبية تتحدث به الهيئة المستقلة وتتحدث به الأحزاب التي تود أن تجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة ومن الأشخاص، لكن في الجانب التربوي لا شك أن هناك يقع على عاتق الجامعة بهذه الرسائل التربوية، الرسائل السامحة إن صح التعبير. نعم سيدي، بصراحة يعني واحد من الأسئلة اللي أنا كنت حابب كثير أحدد فيهم هذا السؤال، وهو تقبل الآخرين، وهي تعتبر من المهارات الأساسية لأبنائنا الطلبة في ظل وجود التكنولوجيا وعصر الإنترنت وانشغال معظم أبنائنا الطلبة بهاي المغريات خلينا نحكي. نعم سيدي، تقبل الآخرين هي مهارة أساسية ونعمل عليها بجد واجتهاد، وهي مهارة لابد أن يمتلكها الطالب. كيف لنا أن نتحاور؟ كيف للطالب أن يناقش؟ كيف للطالب أن يسأل؟ لذلك الآن إحنا قلنا أنه فعلا دور الجامعات هو الأساس الحفاظ على العملية التعليمية، وكذلك خلق اتجاهات إيجابية عند الطلبة. واحدة من المهارات أو الاتجاهات الإيجابية عند الطلبة تقبل الآخرين، وهي تعتبر من المهارات الهامة جدا 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 لأبنائنا الطلبة لدخول معترك العمل الحزبي وتقبل ومناقشة الآخرين والوصول إلى آراء مشتركة، وهي تعتبر من المهارات اللامنهجية التي لا تدرس صديقي، لا تدرس ولا تعلم، وإنما تكتسب بالممارسة والتعامل. لذلك صحيح. الآن إحنا بنقول المهارات اللامنهجية اللي لازم نغرسها عند أبنائنا طلبة كاتجاهات إيجابية يجب أن تكون من خلال الممارسة العملية. نعم. من خلال ورشات، من خلال الدورات، من خلال لقاءات، من خلال المحاضرات، من خلال إدارة الجلسات. ودليل على ذلك نحن في جامعة اليرموك، وهذا ليس نوع من الإطراء، بدأنا بصيف الشباب، وصيف الشباب كان خلال 40 يوم عملنا 87 نشاط. نعم، أود أن أشكرك. نعم، لضيق الوقت أود أن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الديابات عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، وأيضا مشاهدينا
الشكر موصول لعميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور صادق الجديفات.